دي المغارة، مغارة الرعاة. مغارة الرعاة. احنا لما نقعد هنصورها كمان. اوكي. ده المكان اللي كانوا قاعدين فيه الرعاة وقت البشارة؟ بالظبط. طيب يا اخوانا اتفضلوا. انت بعدين يا كاثوليك حبيبتي. كاثوليك؟ اه فرانسيسكا. تعالوا اتفضلوا يا اخوانا. ما يعرف اغلب في المناطق واخدينها الكاثوليك، بس في برضه عندنا مناطق ارثوذكس. يعني زي كنيسة القيامة الموقع الرئيسي مع الارثوذكس طبعا. هنروح دلوقتي كنيسة المهدي لازم يكون مع بعض، لأنه فيها أكثر زحمة من هنا، هنا مش زحمة كثير بس هناك بيكون زحمة أكثر. طيب استريحوا، أنا دلوقتي حبدأ أتكلم بخصوص الموعد، مش مشكلة أنا بيجو. سامعيني؟ أه سامعيني؟ أيوه. تمام، احنا متواجدين دلوقتي في منطقة بيوت الرعاة، في أكثر من بيت اللي هم زي الموفر زي ما حضراتكم شايفين. حصل إيه؟ لما جوه اشتروا قطعة الأرض دي، جوه وعملوا حفريات، طبعاً فحصوا عمر الحريق ده الموجود، النار يعني، هو أكثر من 2000 سنة. فدي اثبات انه في ناس كانت متواجده في المكان ده. اكتشفوا كمان عظام للرعاة. اكتشفوا جرار زيت. ودي بتثبت انه في ناس متواجدين. طيب بفترة البرد يعني في فترة الشتاء بيكونوا الرعاة مع الخرفان بتاعهم مع المشية. فبيكونوا هم موجودين هنا والمشية يا اخواننا بتكون على جنب تاني. فلما ولد يسوع المسيح ولد في مزود حقير بالضبط زي الشكل ده. اوكي؟ فبيدينا فكرة عن الموقع ازاي كان بفترة المسيح، انه ما كانش كده في ايقونات وفي امور كثيرة، فهنا بيدينا الصورة الاوضح لشكل طبيعة الحياة اللي كانوا عايشينها الرعاة مع المشية بتاعتهم. حلو كده؟ كان متحدد كم واحد من الرعاة ولا مش عدد؟ لا ما فيش عدد، مش مكتوب في الكتاب المقدس كم عددهم، بس اكيد كانوا كمية لانه كانت بترجع لفترة الرعاة. الجرار دي اثرية؟ اثر اي واحد؟ اي واحد اللي ورا هنا؟ لا دي حاطينها جديدة، بس الأثرية القديمة أخذوها للمتحف. قول يا كفوز بلد في المعمارات دي كان لها كان أرض زراعية لما جينا مرة تانية. لا اتبنت خالص. يلا حبايبي شكرا لكم، هروح عشان ندي إمكانية للجروبات الثانية. كيف حالك؟